بالمطابخ، وكمان روم سيرفيس لتنظيف الغرف وخدمة الغسيل مجانية. لاران يونيفرسيتي ريزيدنس الحمراء، شارع أميل إدي، ملاصق للـ LAU. 01 792 842 و03 147 188. زوروا صفحتنا على فيسبوك لاران يونيفرسيتي ريزيدنس أو موقعنا الإلكتروني laranuniversityresidence.com. نحييكم من صوت لبنان ونقدم نشرة أخبار 8:15 مع تحيات دعاء حمصي فرح والمخرج رودريك نمنم. العناوين: جيوب اللبنانيين مسكوبة والصراع المالي ينذر بالأسوأ. الانتخابات تستعد للإقلاع و517 مرشحا حتى الآن. الراعي إلى مصر ولقاءات له مع السيسي وشيخ الأزهر. روسيا توسع هجماتها في أوكرانيا. في اليوم 17 من الهجوم الروسي على أوكرانيا، يواصل بوتين استخدام القوة المفرطة ويوسع عملياته فيما يصعد الغرب من عقوباته. لبنان مشرع لشتى أنواع الرياح الباردة تحملها العاصفة الثلجية غريتا أو الحامية المقبلة انتخابيا بدءا من الثلاثاء المقبل مع إقفال مهلة الترشيح، أو الساخنة الآتية من أوكرانيا، حيث وقع لبنان في المحظور الغذائي والمالي والاقتصادي. فقدان المورد الأوكراني في القمح يفتح البحث عن أسواق جديدة في ظل غياب سياسة غذائية. التخبط في سوق المحروقات وارتفاع الأسعار يزيدان من تقدم العتمة إلى سياسة الترقيع للجم تدهور الليرة والصراع السياسي والقضائي مع المصارف، الذي ينذر بتفاعلات تجعل من المواطن كبش المحرقة الدائم. وسط كماشة مالية يتلقى اللبنانيون الضربات التي تزيد في إفلاسهم وضياع أموالهم، وتتعدد ألاعيب السلطة والمصارف، فتظهر العقبات مرة بحجز الودائع ومرة بالتلاعب بسعر الدولار أو رفض الشيك المصرفي وصولا إلى البطاقات الائتمانية وآلية الدفع فيها وبطاقات المساعدة. وأصبحت حياة اللبنانيين مستندة على الكاش المفقود في السوبر ماركت والصيدليات ومحطات الوقود والمولدات. وفي هذا السياق أوضحت جمعية المصارف أنه في خصوص المساعدات الاجتماعية للقطاع العام، أعلم مصرف لبنان المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقدا وليس 100%، وعليه ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقدا، ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية كالبطاقات أو الشيكات. وأملت جمعية المصارف أن توضح وزارة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أي إشكالات على صناديق المصارف وفروعها، مؤكدة استعدادها لتنفيذ أي قرارات أو تعديلات قد تتخذ من قبل الجهات المعنية في هذا الإطار. ورفضت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر هذا القرار على أن تلجأ إلى السبل كافة للاعتراض عليه، محذرة من تصعيد لإجبار المصارف والمركزي على وقف هذه المهزلة. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر دعا بعد لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الحفاظ على أموال صغار المودعين. تحدثنا عن الواقع المصرفي وعن الفجوة الكبيرة اللي عم يتحدث عنها الخبراء والمصرفيين، والتي تكاد تصل إلى 75 مليار دولار، والاتجاهات التي تحكى عن تحميلها للمودعين، وهذا اللي بيرفضه الاتحاد العمالي العام رفضا قاطعا. سمعنا تطمينات من دولة الرئيس حول الحفاظ على صغار المودعين، وسمعنا أرقام منقول
قد تكون مقبولة، إنما لمزيد من الحوار حول تأمين أموال صغار المودعين واللي هي بتوصل تقريبا لحدود 93% من هذه الأموال، وعدم تحميل المودعين وزر هذا الاقتصاد السيء اللي وصلنا له نحن والانهيار وهذه الفجوة الكبيرة اللي حكينا عنه. الحركة تركزت على البحث في تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وزير الطاقة وليد فياض عرض مع كل من السفير العراقي وسفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف ملف الطاقة والنفط، ولفت إلى أن العرض الروسي لإنشاء مصفاة للنفط قد يتبلور في مع الوقت. أن فكرة اليوم عن الإمكانية بالنسبة لها المحطة التكرير والإنتاج وطاقتها بالنسبة للإنتاج، ولكن نحن بعدنا يعني بعاد من بلورة طبيعة العلاقة اللي ممكن تنشأ اللي مبنية على فكرة هذا المشروع. يعني مثلا نحن شو بيطلع لنا لإلنا وشو بيطلع لإلهم هن المستثمرين، لأنه المستثمرون هن اللي عم يستثمروا على الأرض تبع لبنان. ومن مخاطر الأمن المالي إلى الأمن الغذائي، فقد أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قرارا حذر فيه تصدير المواد الغذائية المصنعة في لبنان إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة، وموقع من وزير الصناعة حصرا تجيز التصدير حتى إشعار آخر. وباشر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام البحث عن مصادر جديدة لاستيراد القمح، فالتقى رئيس البعثة الدبلوماسية لكازاخستان يرجان كاليكينوف الذي أبدى اهتماما بتزويد لبنان بأنواع مختلفة من الحبوب ولا سيما بالقمح، ثم سفير الأرجنتين في لبنان، وجرى بحث في الأمن الغذائي وكيفية تأمين القمح. لم يطوى الخلاف الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس الأول بين وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الذي اعترض على مطالعة شرف الدين حول مشروعه بتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى الداخل السوري ما إن أعطي الكلام. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول لملمة الخلاف ودعا الوزيرين شرف الدين وحجار إلى السراي الاثنين، ورئيس الجمهورية سحب المشروع من التداول، وهذا ما قاله الوزير عصام شرف الدين لليوم السابع من صوت لبنان. دخل رئيس الجمهورية على الخط قال انه هيدا الموضوع مش وقته هلق، والدولة ما عندها امكانيات، هيدا مكلف للدولة، والوزير اللي طلع كانت مبادرة منه فردية يشكر عليها. خلينا نسكر على الموضوع، عندي مشروع جدي، ما نازل العب مجلس الوزراء ولا نازل كميلة عدد ولا نازل اتملق ولا انا بسيلة حدا يسمحوا لي فيها، معلش هذا الموضوع انا التنين مش نازل ولم ابلغ رسميا بدعوة، عندي دعوة على لجنة المال والموازنة، انا مسجل اعتراض سابق على عدم طرح ضريبة التضامن الاجتماعي انه تكون ضمن الموازنة، هذا مسجل اعتراض وعامل طعن بالموازنة لانه انا ما برضى بدولار جمركي 21,000 ما عاد يحمل الشعب اللبناني ضرائب للشكل. الانتخابات النيابية أصبحت واقعا بعد إسقاط الميجا سنتر. مروان الأدوم. حسم مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدة الجدل الحاصل حول إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق الميجا سنتر، فسقط هذا المشروع بالتصويت، وتم الإقرار بأن يطبق في انتخابات 2026 النيابية. هنا يبقى السؤال، هل سيكون هناك ذرائع أخرى لتأجيلها أم أصبح حصولها واقع لا نقاش فيه؟ يجيب الخبير الانتخابي والأحصائي مارك عائل. بمجرد ترحيل الميجا سنتر لانتخابات 2026 صار من الصعب جدا الحديث عن تأجيل الانتخابات، ليبدو أنها حاصلة ب 15 أيار، وأصبح واضح عدم قدرة السلطة السياسية على تأجيل الانتخابات إلا بحدث أمني كبير أو حدث ما عظيم جدا بيضرب الساحة اللبنانية بيؤدي ساعتها إلى تأجيلها أو تطييرها، إنما إداريا بيت من الصعب جدا تطييرها للانتخابات، خاصة بعد الأمور اللي حاولت السلطة السياسية تفتعلها، أكان بموضوع اقتراع المغتربين أو بموضوع الميجا سنتر. ناهيك عن الضغط الدولي الحاصل
وتخوف السلطة السياسية أيضا من ردة الفعل الداخلية والضغط الداخلي اللي بدها تتعرض له في حال أقدمت على تأجيل الانتخابات، لأنه معروف في لبنان التأجيل بده يصير يجر تأجيل مرة تانية وثالثة، ما سيؤدي إلى إلغاء الانتخابات. عقيل المتابع دوريا لسير المجريات التحضيرية الانتخابية أكد أن الترشيحات وصلت إلى حوالي 450 مرشح، والعدد سيتصاعد عقب إقفال باب الترشيحات. بدون أدنى شك الصورة عم تظهر طبيعية يوم بعد يوم بالتحضير للانتخابات. نحن بعد 4 أيام عن إقفال باب الترشح، وباليومين الأخيرين قفز عدد المرشحين ليلامس اليوم 450 مرشح بوزارة الداخلية بشكل رسمي، ومن المتوقع من اليوم للثلاثة 15 أدار يوصل العدد ل 700 مرشح، خاصة أنه عدد كبير من الأحزاب ستقوم بتقديم طلبات ترشيح مرشحين بخلال اليومين الأخيرين الاثنين والثلاثة. وحسب معلوماتنا كل المقاعد بات عليها أكثر من مرشح، مما يعني ما رح نشوف أي باب لتطيير أو لتأجيل فتح باب الترشيح عن أي مقعد، ويبدو كمان ما رح نشوف أي تزكية بهذه الانتخابات مثل ما حصل ب 2018. أكيد نجحت قوى التغيير والمعارضة بالدفع إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، أي 15 أيار 2022. إن لم يحدث شيء ليس في الحسبان وتستغله السلطة للتأجيل. مروان قدوم، صوت لبنان. إلى ذلك بلغ عدد المرشحين الذين تسجلوا للانتخابات 517 مرشحا بعدما قدم 98 شخصا ترشيحاتهم أمس، ويتوقع أن يرتفع عدد المرشحين بنسبة كبيرة يومي الاثنين والثلاثاء قبل انتهاء مهلة التسجيل، وستتبلور الترشيحات وفق الأجندة التالية. رئيس مجلس النواب نبيه بري يعقد مؤتمرا صحفيا عند 3 من بعد ظهر الاثنين في عين التيني لإعلان لائحة مرشحيه ومقاربة الاستحقاق الانتخابي، ويتهيأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لإعلان أسماء مرشحي التيار في كل المناطق اللبنانية يوم غد بعد أن يحسم أمر الترشيح في بعض المناطق ولا سيما في المتن. في المختارة سيعقد اليوم لقاء لنواب ووزراء ومرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وقياديين من الحزب لبلورة المسألة الانتخابية من جوانبها كافة، وتحديدا على خط المرشحين. المشهد الانتخابي السني غير واضح المعالم البارز فيه اتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى العزوف عن الترشح في انتظار أن يتضح موقف الرئيس فؤاد السنيورة فيما أعلن كل من النائب محمد الحجار والنائبة رولا الطبش التزامهما قرار الرئيس الحريري عدم الترشح. في هذا الوقت أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة هي المعادلة التي تبقى لب ومحور الاستراتيجية الدفاعية. عم يتطالب بتدقيق جنائي بالمصرف المركزي، بتقوم الدنيا وبتقعد انه والله ليش هيدا التدقيق بده يطال؟ من يطال كل طائفة بتصل للتاني، ليش يا خي؟ ليه الحرامي له طائفة كمان؟ يا بدنا اصلاح حقيقي يا بدنا منضحك على بعضنا. نحن ما بدنا نضحك على حدا، المرتكب يجب ان يعاقب. البطريرك الراعي إلى مصر في الأسبوع المقبل، وعلى جدول المواعيد اللقاء مع الرئيس المصري وشيخ الأزهر. جوزفين أبي غصن والتفاصيل. للمرة الثالثة في خلال توليه السدة البطريركية يزور البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي أبرشية القاهرة المارونية اعتبارا من مساء الجمعة المقبل ولغاية الثلاثاء في 22 من الجاري، وسيلتقي حسب راعي الأبرشية المطران جورج شيحان مرجعيات روحية ومدنية على رأسهم الرئيس المصري. هيكون في حديث حول ظروف لبنان، حول الأوضاع، واليوم مصر كمرجعية إلها وزنها والأهميتها كدولة، ومن ثم التطور اللي عم تعيش فيه اليوم مصر، إن كان الاجتماعي إن كان الحياتي، الناحية العمرانية، الناحية الإنمائية، فعلا في أمور مميزة يشكر عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف المطران شيحان عن حجم التدفق اللبناني إلى مصر. وإحنا اليوم بوضع بمصر في وجوه جديدة كتير تركت لبنان واجت لمصر، إن كان مسيحيين أو مسلمين. يعني حسب معلومات أولية فيما يقارب بين 150-200 ألف
إقامة أخذت بالفترة الأخيرة من لبنانيين أتوا من لبنان. الأبرشية المارونية في القاهرة أسسها البطريرك المكرم الياس لحويك عام 1904، وخاصة تعرفت على كاهن جليل أبونا ميشيل قنبر خادم رعية الحجة ودكتور بالتاريخ بالجامعة اللبنانية بجامعة الحكمة، حتى حصلت على الأرشيف تبع الأبرشية وحاولنا معه أنه نعمل كتاب عن تاريخ أبرشية القاهرة المارونية. بنينا كمان أنه صاحب الغبطة بزيارته حي يوقع هالكتاب ومن ثم يظهر للعلن. البطريرك الراعي سيدشن قاعة في المطرانية على اسم المكرم البطريرك الحويك، ويكرس قاعة أخرى في المدرسة المارونية على اسم ابن قرنة الحمراء الخوري أسقف يوحنا طعمي الذي ترك بصمات كبيرة في مصر. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان. رئيس جمعية النورج الدكتور فؤاد أبو نادر دعا قوى التغيير إلى إثبات حضورهم في الانتخابات وقال لصوت لبنان: لازم الناس تروح تصوت. الخطر الأكبر هو أنه يبقوا ببيوتهم ما يروح يصوتوا الناس، لأن المعارضين حتى ما نسميه سواء، لأننا بننتقل من الثورة إلى المعارضة السياسية الفعلية، وأنا برأيي رح يصير الخرق. نعم رح يصير الخرق، وهذا الخرق اليوم يعمل شوية فرق، رح نقدر نكون فعالين أكثر لأن الجماعة رح يتعروا كليا وقريبا جدا. وسأل لماذا اضطلت وراء مشروع الميجا سنتر في وقت كان يمكن إقراره في الوقت المناسب وليس في الربع الساعة الأخير، وشرح أبو نادر أوجه الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون. نحن بدنا نشتغل حتى نظبط كهرباء، نحن بديعنا حتى نظبط الطبابة، حتى نظبط الطرقات، حتى نظبط كل الاشياء اللي بتتعلق بالحياة الانسان اليومية، من دون ما نضلنا ناطرين الدولة، ومن دون ما نضلنا ناطرين حتى يجوا المؤسسات الدولية حتى يشحدونا القرش ويقولولنا انت بنعطيك دولار لإلك ودولارين للاجئ السوري ودولارين للاجئ الفلسطيني، حتى يقدروا يخلوا الفلسطينيين والسوريين بلبنان حتى ما يروحوا على أوروبا وعلى أمريكا. نحن نبني العمل تبعنا على ثلاث قواعد أساسية: قاعدة الإنماء وخلق فرص العمل، اثنين الحفاظ على المدرسة بالضيعة لأن المدرسة هي بتخلي العائلة بالضيعة، ثلاثة الصحة، لأن نحن مثل ما بنعرف أنه قبل الثورة كان في 30% من اللبنانيين ما عندهم ولا أي تغطية صحية، اليوم من بعد الثورة ومن بعد الكورونا والإفلاس تبع البلد في أكثر من 50% من اللبنانيين ما بقى في عندهم تغطية صحية. قريبا جدا نحن بنورج رح نطلق البطاقة الصحية ورح تكون أرخص بطاقة صحية بلبنان. وإلى تغريدة الصباح. غرد النائب المستقيل الياس حنكش عبر تويتر وقال: في الساعات الأخيرة قبل إقفال باب الترشح لدى القوى المعارضة السيادية والتغييرية فرصة تاريخية للتضامن والتوافق تحت راية واحدة، فلنضع حدا لكل محاولات التفرقة تحت أي عنوان كانت ونعطي أملا بالنهوض من جديد. الاثنين تبدأ رابطة متفرغي اللبنانية إضرابا بسبب الأوضاع المزرية للجامعة. رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين عامر حلواني تحدث لصوت لبنان عن أسباب التحرك. احنا مسميينه عدم القدرة على الذهاب إلى العمل، لأنه إذا بتطلعي على الكليات هلأ بتشوفيها لا فيها كهرباء لا فيها ماء لا فيها نظافة لا فيها حراسة، يعني صارت سيبة وغير قابلة للاستخدام، ونحن منا قبلينين أبدا نبقى بهذه الحالة، نبقى نعلم أونلاين وما فينا نروح على جامعاتنا وعلى صفوفنا والطلاب ما فيهم يجوا على الجامعة. مشان هيك احنا قلنا عدم القدرة على القيام بالأعمال الأكاديمية، الامتناع عن القيام بالعمل، لأنه في عدم قدرة للقيام بالأعمال الأكاديمية بموجب موازنة محددة للجامعة اللبنانية مثل ما محددة هلأ. الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، التفاصيل مع ترازي الخوري. تع
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف الشمال الأطلسي وروسيا لأنها ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، ورأى في كلمة في البيت الأبيض أن حرب بوتين ضد أوكرانيا لن تكون انتصارا للرئيس الروسي، محذرا من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على شبكة من الأفراد والكيانات الموجودة في روسيا اتهمتها بمساعدة كوريا الشمالية على شراء مكونات لأنظمة صواريخها البالستية غير القانونية. في ظل مؤشرات إلى اقتراب معركة كييف، جاهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستعانة بالمتطوعين الأجانب، وأعلن الكرملين إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي عزمه على زج متطوعين من منطقة الشرق الأوسط وخصوصا من سوريا في الحرب الدائرة. وأعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية اختطفت عمدة ميلوتوبول أثناء وجوده في مركز الأزمات بالمدينة حيث كان يتابع مسائل تتعلق بالإمداد. الرئيس الأوكراني وصف عملية الخطف بأنها جريمة ضد الديمقراطية في ذاتها، وساوى أعمال القوات الروسية بأفعال إرهابيي تنظيم داعش. وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أسرت 100 جندي روسي في منطقة سومي شرقي البلاد. الصفحة الرياضية مع رومن طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية بكرة السلة اللبنانية، وضمن الأسبوع 15 من فعاليات الدرجة الأولى ببطولة لبنان لكرة السلة، فاز فريق الحكمة بيروت بنتيجة 77-70 وبفرق 7 نقاط أمام فريق أنترانيك على ملعب صالة الراحل أنطوان شويري بغزير. وضمن الجولة الأولى من التصفي النهائي للأندية الأواخر من بطولة لبنان لكرة القدم، فاز نادي النجمة على الإخاء الأهلي علي بنتيجة 3-0 على ملعب فؤاد شاب بجونيا. إلى ذلك وضمن منافسات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، فاز فريق الإمارات على كور فاكن على ملعب نادي الإمارات بنتيجة 2-1. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة متدنية، وتتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. كذلك تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق نهارا ودون ذلك ليلة. كان في هذه النشرة جيوب اللبنانيين مثقوبة والصراع المالي ينذر بالأسوأ. الانتخابات تستعد للإقلاع و517 مرشحا حتى الآن. الراعي إلى مصر ولقاءات له مع السيسي وشيخ الأزهر. روسيا توسع هجماتها في أوكرانيا. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت لبنان.